غادة عبد الرازق أصبحت مثيرة للجدل ومحل انتقاد كبير من جانب الجمهور العربي بسبب تصرفها الأخير وظهور جزء من جسد النجمة غادة عبد الرازق في فيديو مباشر. كان شيء مثير جدا للجدل ومحير، خاصة إنها نجمة كبيرة ومحبوبة ولها جمهور ومش محتاجة أبدا للشهرة. انفردت إحدى الشبكات الإخبارية بحديث تليفوني مع الفنانة غادة عبد الرازق وقالت إن الفيديو مفبرك ومش حقيقي. تعالوا نسمع المكالمة ونرجع لكم مرة تانية. حبيبي أقسم بالله ده متفبرك يا حبيبي. اللايف لما انت بتخش لايف استحالة استحالة تعرف تاخد منه سكرين شوت من غير ما يبقى عليه كلام وكومنتات طالعة. ده على مستوى العالم كله مش على مستوى الشرق الأوسط، يعني زيه زي السناب ما تقدرش تصوره وتشيل من عليه كلام. ازاي الصور دي نزلت وتشال من عليها الكومنتات وبين قوي قوي انها متفبركة ومحطوط الجزء اللي تحت راسي مش بتاعي خالص. اقسم بالله العلي العظيم وعدين دي مش اول مرة تحصل معايا. فاكر ايام تخرج روتانا بنتي لما عملت حفلة وجابوا صورة انا وروتانا ويسرية اختي، كنت قاعدة حاطة رجل على رجل وقالوا ان هي مش لابسة حاجة تحت الفستان وبقى يحطوا صور ودوريات وحاجات. هي نفس الحكاية بالظبط بتحصل معايا للمرة الثالثة. بعد أيام من حادثها ونفيها صحة الخبر والفيديو، قررت الفنانة غادة عبد الرازق إنها تواجه الجمهور بنفسها وتكشف عن حقيقة الموضوع. وعرض الفيديو قالت فيه إنها بتعتذر لجمهورها عن اللي حصل وإنها اتصرفت بغباء لأنها كانت واقعة تحت تأثير دواء ومهدئ، وطلبت من جمهورها إنه يغفر لها الغلطة دي. وقالت للجمهور سامحوني ما كانش قصدي. تعالوا مع بعض نشوف فيديو غادة عبد الرازق ونرجع لكم مرة تانية. أرجوك يا عايزينك لايف لأنك انت وحشتينا بجد قوي، وأنا زي الهبلة أول مرة في حياتي أستعمل لايف، بس مش هقول زي الهبلة، لا أنا مش هبلة، أنا ست ذكية ومحترمة و أنا بس طيبة، وده اللي واضح انه هو غلط جدا في الزمن ده ان انا ابقى طيبة، ان انا على سجيت زي الحمارة دخلت السرير دوا اشتغل معايا دوا نفسي يا جماعة دوا نفسي بيدار وخبينايب. هقول لكم حاجة كنت دايما اقولها، اللهم عافينا يا رب اللهم عافيكم. ودخلت السرير وبكلم الفريندز بتوعي وما خدتش بالي، وكانت مصيبه سودة. نمت وصحيت على فضيحه في انحاء العالم كلها، غادة عبد الرازق بتصور نفسها وعايزه تبين جزء من جسمها. تفتكروا ان انا كنت مستنيه اعمل ده بعد 26 سنه عشره بيني وبينكم، او بعد كل اللي ربنا مديهولي ده والنجاحات؟ اقسم بالله انا ما عارفه اقول ايه. نجحوا ان هم يضايقوني طبعا، نجحوا ان هم يعملوا يعني فرقه عالميه، كتر خيرهم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا بس هقول كلمه واحده، انا طول عمري ست محترمه وحافظه محترمه، مش عشان غادة عبد الرازق بس لا، عشان الجمهور اللي انا بحبه وعشان بنتي روتانا وعشان احفادي وعشان انا ست بمثل بلدي اللي هي اهم بلد في العالم غصب عن اي حد في الدنيا مصر. وبجد انا اسفه واوعدكم ده مش هتتكرر مني تاني في حياتي على اي صعيد من الاحوال. بجد انا اسفه ويا رب تقبل اعتذاري. ميرسي جدا، انا اسفه. هقفل اللايف دلوقتي. اسبوع على خير.
تصريحات غادة عبد الرازق أصابت الجمهور بالدهشة، مرة تقول إن الفيديو مفبرك ومرة تانية تعترف بيه وتطلب من الجمهور إنه يسامحها. الحقيقة التناقض ده خلانا نعرض الموقف على دكتور نفسي علشان يحلل موقف غادة عبد الرازق. تعالوا مع بعض نشوف رأي الدكتور النفسي محمد غانم في التصرفات الأخيرة للفنانة غادة عبد الرازق. بالتأكيد الشهرة بتغير، لأن الواحد لما بيبقى مش مشهور بيتحرك بحرية وسط الناس، لكن لما بيبقى مشهور أي حاجة بيعملها بتتضخم بتكبر بتاخد أكبر من حجمها، وبالتالي الشهرة بتغير من شخصية الواحد. لو الفنان وجد أن الأضواء بدأت تخفت من حوله فبيحاول أنه هو يجتذبها من جديد باختلاق أحداث، بعمل أشياء غريبة تخليه مركز من مراكز الاهتمام الناس مرة أخرى. والله أعتقد أنه هو وسيلة من وسائل الدعاية لها، جايز تكون هي شعرت أن هي بتكبر في السن، ما بقتش مطلوبة كما ينبغي، فبتحاول أنها تسترجع النجاح اللي هي حققته قبل ذلك، يعني عايزة تبقى في, في, في فكر الناس، وما دام في فكر الناس يبقى هتطلب فنيا، يبقى هتعمل أعمال. بس ده يعني مش حاجة يعني نرحب بيها ولا نشكر. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد، وما تنسوش تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندرسكور الطبيعية آدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.